إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وأن اتباع الأجداد والآباء نوعان، منه المحمود ومنه المذموم. فاتباع الآباء المحمود ذكر في القرآن، وكذلك اتباع الآباء المذموم ذكر في القرآن. الاتباع المحمود ما كان في الحق والخير فهو واجب، ومن ذلكم اتباع الآباء والأجداد في التوحيد والإيمان. قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فذكر يوسف عليه السلام نوعاً من أنواع الاتباع المحمود، وهو اتباع الآباء في العقيدة الصحيحة، العقيدة السليمة التي كان يحرص عليها الأنبياء عليهم السلام، فكانوا يحرصون على أن يكون خلفهم وأبناؤهم وأن يكون أتباعهم على الملة الصحيحة. قال الله سبحانه وتعالى عن وفاة يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فاطمأن يعقوب عليه السلام أن ذريته وأبناءه سيخلفونه ويتبعونه في هذه العقيدة السليمة الصحيحة، وهي عبادة الإله الواحد دون الشرك به شيئا. وكذلك من اتباع الآباء في الحق اتباعهم في العبادات التي يتعبدون الله بها عن علم، كأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها من شعائر الإسلام. قال الله تعالى عن الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، بمعنى اتبعوا المناسك وأفيضوا من عرفات من حيث أفاض الناس من الزمان والمكان. فنحن نتبع الناس، والمقصود بهم هم السلف الذين توارثوا هذه العبادات بأزمنتها وأمكنتها وشروطها وأركانها، توارثوا ذلك أبا عن جد حتى وصلت إلينا هذه المناسك، ووصلت إلينا هذه الشرائع التي كأننا نرى الحبيب صلى الله عليه وسلم يفعلها، ونبينا عليه الصلاة والسلام
حينما قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه خاطب الأصحاب وخاطب الأمة كلها، لأن الأبناء يتوارثون عن الآباء والأجداد كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الصيام وكيفية الحج وكذلك سائر شعائر هذا الدين العظيم. عباد الله، ما جزاء من يتبع الآباء والأجداد في الخير؟ ما جزاء من يتبع الأجداد والآباء في الحق والشرع وما أذن الله تعالى به؟ الجزاء أن الله يجمع هذا الإنسان مع آبائه في الجنة، وإن اختلفت الدرجات فكما تعلمون معاشر المسلمين إن الجنة درجات، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، فقد يكون الابن في درجة أقل ويكون الأب أو الجد في درجة أعلى. ومن رحمة الله تعالى أنه سبحانه وتعالى يلحق الأدنين بالأعلين، يلحق الذي في الأدنى بالذي في الأعلى، أي يلحق الذي في الدرجة السفلى بمن في الدرجة العليا، وإن لم يصل إلى ذلك بعمله، وإن لم يصل إلى ذلك بعمله، ولكن وصله باتباع آبائه وأجداده في الخير، اتباع آبائه وأجداده على الجادة وعلى الملة الصحيحة. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله أنه يلحق الذين في الدرجة السفلى بالذين في الدرجة العليا، ولا ينزل الذين في الدرجة العليا إلى الدرجة السفلى. وما ألتناهم، أي وما أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. عباد الله، اتباع الآباء والأجداد في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، وكذلك في العادات، يتبع الإنسان والديه في العادات كالأكل والشرب واللباس والسكن مما لم يرد فيه دليل مخالف للشرع. إذا لم تكن هذه العادة مخالفة للشرع، إذا لم تكن هذه العادة مخالفة لأمر الله تعالى، فاتباع الآباء والأجداد والأجداد في مثل هذه العادات لا يضر المسلم في دينه. وكذلك اتباع الآباء والأجداد في الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة، ومنها الصبر والتضحية. اتباع الآباء والأجداد في الصبر والتضحية والدفاع عن المقدسات الدينية والدفاع عن الوطن، وهذا من أهم دروس ذكرى الاستقلال. نتذكر آباء وأجدادا ضحوا بأرواحهم، ضحوا بدمائهم، ضحوا بأموالهم لأجل هذا البلد الكريم. نقتدي بهؤلاء الآباء في غيرتهم على دينهم، في غيرتهم على وطنهم. رجال ضحوا بكل ما يملكون، جعلوا الآخرة غايتهم، ثبتوا وصمدوا وصبروا في معركة الاستقلال التي بدأت منذ نفي ملك البلاد محمد الخامس رحمه الله مع أسرته، وقبل ذلك بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، فلم يغمض لهم جفن ولم يجدوا طعما للراحة حتى حرر الله على أيديهم هذا البلد من يد الاستعمار الغاشم. فنسأل الله تعالى أن يرحم شهداء الاستقلال وأبطاله، وعلى رأسهم الملكان محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، ونسأله تعالى أن يبارك في وارث سرهما ملكنا محمد السادس لجمع شمل هذه الأمة والسير ببلدنا نحو التقدم والازدهار في جميع الميادين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى،
وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، اتباع الآباء والأجداد منه اتباع محمود ومنه اتباع مذموم. الاتباع المذموم هو المتعلق باتباع الآباء والأجداد في الباطل، واتباعهم في الشرك والكفر، أو اتباعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وقد وردت آيات كثيرة في هذا الباب، ومنها قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أي أن هؤلاء الذين يتبعون الأجداد والآباء في كل شيء، سواء في الحق أو في الباطل، سواء في المعروف أو في المنكر، هذا اتباع مذموم. اتباع الاتباع الحق اتباعهم في الحق، والاتباع الباطل اتباعهم في الباطل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا الوحي، اتبعوا ما وجد في كتاب الله وما وجد في سنة رسول الله، بماذا يعتذرون وبماذا يجيبون؟ قالوا بل، حرف إضراب، أي لا نتبع ما أنزل في الكتاب، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وفي آية أخرى قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى سنة رسول الله، بماذا يجيبون؟ قالوا حسبنا، أي يكفينا، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. بمعنى أن اتباع الآباء والأجداد إذا كان في الحق عن علم وعن هداية، إذا كانوا يتبعون طريق الله، وإذا كانوا يتبعون طريق رسول الله، وإذا كانوا يعلمون الحق فيتبعونه، يجب علينا أن نتبعه، أن نتبعهم. وإذا كانوا يهتدون بأمر الله وبأمر رسول الله، يجب علينا أن نتبعهم. أما إذا كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ويتبعون الباطل، فلا يجوز أن نتبعهم. وقال تعالى في آية أخرى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا الاتباع المذموم له مظاهر: إما اتباع في العقيدة كالشرك وعبادة الأصنام وعبادة الأحجار وعبادة القبور، وكذلك بعض البدع كتعظيم بعض الأماكن أو الأزمنة أو القيام ببعض العبادات، أو اتباعهم في الحلال والحرام في يعني تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، فهذا اتباع مذموم. وكذلك اتباعهم في بعض المنكرات التي يرتكبونها في بعض المناسبات كالجنائز والأعراس وغيرها من المناسبات التي يقومون فيها ببعض المنكرات والبدع، كل هذا من الاتباع المذموم الذي لا يجوز ولا ينبغي أن نتبع فيه الآباء والأجداد. وهنا كلمة وتنبيه للآباء والمربين: انظروا أين تضعون خطواتكم وأين تضعون آثاركم، فإن الأبناء يتبعون الآباء على آثارهم. انظروا أين تضعون خطواتكم، فإن أبناءكم وبناتكم سيضعون خطواتهم وأقدامهم على نفس الخطى، على نفس الخطوات. فإياكم أن تكونوا لهم قدوة في الشر، إياكم أن تكونوا لهم قدوة في الباطل، بل احرصوا، احرصوا على أن تكونوا لهم قدوة في الخير. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع آبائنا وأجدادنا في الخير، اتباع آبائنا وأجدادنا على الكتاب والسنة، اتباع آبائنا وأجدادنا على طريق الجنة، طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وخصوصا منهم الخلفاء الراشدين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم يا رب ارحمنا واغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم من كان منا مريضا فاشفه. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم من كان مدينا فأد عنه دينه، ومن كان مكروما فنفس عنه كربته. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم تقبل من كل من ينفق على هذا المسجد في توسيعه وفي صباغته وفي جميع شؤونه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لإتمام هذا المشروع، نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه خير وعزة الإسلام والمسلمين. اللهم وفق وأعن ملكنا محمد السادس لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم أصلح ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسائر الأسرة الملكية يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.